ميج 35. حصاد ونتاج 85 عاما من حياة شركة ميكويان والأقوى بين جميع مقاتلات الجيل الرابع والنصف، يبلغ طولها نحو 17.3 متر بعرض 12 متر وارتفاع 4.37 متر. أما وزنها فيبلغ 11 طنا وهي فارغة و30 طنا عند أقصى حمولة. وبفضل زوج محركات من طراز 33 أردي كليموف، تمكنت ميج 35 من التحليق بسرعة قصوى تصل إلى 2.2 ماخ وبسرعة تسلق بلغت 330 مترا في الثانية الواحدة حتى ارتفاع 19,000 متر. تستطيع المقاتلة الروسية حمل ذخائر بواسطة 10 نقاط تعليق خارجية بحمولة قصوى تصل إلى 14 طناً.